ماتش من الماتشات اللي تكرهك ان انت تتفرج على الكوره الصراحه. السلام عليكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من يا ابن اللعيبه. والاهلي بقى يواصل النهارده يعني فقدان النقط في الدوري، وتاني تعادل على التوالي بعد التعادل بتاع الجونه. ادي تاني مباراه اهي نخسر فيها نقطتين كده، انت يعني هو بقيت التاني في الدوري قدامك بيراميدز اهو، لو كسبت هتبقى فرق بس نقطه واحده. بداية التشكيل كان الصراحة ده اللي كنا بننادي بيه الفترة اللي فاتت، ان ديانج يريح شوية وينزل باتنين تمانية لعيب الكورة، وده اللي عمله النهاردة الصراحة كولر. ويعني وده اللي باين في يعني في صناعة الفرص في الاهلي، بس بدون جدوى خالص. انت النهاردة يعني اغلبية الفريق ما كانش موجود خالص، يعني كان خارج الخدمة كله، فحاجة صعبة جدا الصراحة ان النهاردة تشوف حسين الشحات وصلاح محسن بتاع هش ومش هش وكريم فؤاد الثلاثة بلا خطورة على المرمى خالص. وإمام عاشور النهاردة من أقل مبارياته مع النادي الأهلي. النهاردة مجدي قفشة حاول شوية في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، بس برضه على استحياء. وكان عيب بقى مجدي قفشة النهاردة إنه كان بيبالغ قوي في الطلوع اللي قدام، ما كانش بينزل يستلم مع مروان عطية، ده اللي خلى فيه مساحات كبيرة جدا في نص الملعب. مروان عطية النهاردة يأدي مجهود جبار، وهو أحسن لعيب الصراحة النهاردة في الأهلي، يعني قدر يأدي أدواره صح وكان أقل الأخطاء. النهارده بنشوف ميس باصات من عبد المنعم ومن رامي ربيعه، كانت في اول تلت ساعه 3 ميس باص، ده بسبب ان قفشه طالع لقدام، محدش بينزل يستلم الكره وبيطلع. يعني لازم يبقى في تناغم ما بينه وما بين امام عاشور شويه، فمين يطلع ومين ينزل شويه. هتقوله بقى انت بتقول ان ديانج ما يلعبش، واديك اهو بتقول لازم ينزله شويه. لا انا بقول ان هو لعيب الكوره عنده ابداع يقدر يقدمه في الملعب، فلا يعني اللي شفناه النهارده الصراحه حاجه يعني تحرق الدم. وكولر بقى شايف الفرقه دي كلها ويعمل اول تغيير في الدقيقه 79، بنزول زعلوك وبنزول عبد القادر بدل كريم فؤاد وبدل قفشه اللي كنت شايف انه يطلع خالص. انت شايف ان سموحه قاعده بس من اول المباراه باين قوي ان هما مش عايزين يكسبوا، عايزين يا اما يتعادلوا يا اما ما يطلعوا باقل خسائر. يعني بنشوف الهاني سليمان بيحاول يضيع وقت من الدقيقه 38 في الشوط الاول. فيعني الصراحه انا كنت شايف ان ما كانش يطلع قفشه خالص، وكانت التغييرات كانت لازم تبقى قبل كده. انت شايف ان الاهلي بلا حلول خالص على ارض الملعب، مفيش اي حلول من طرفين الملعب عندك. النهارده علي معلول برده باين قوي انه لسه بعيد عن فورمه الماتشات، حاسس انه لسه يعني متاثر من ماتش بتاع سان داونز، ان هو يعني ضيع البنالتي، متاثر نفسيا مش قادر يخش في جو المباريات. فالنهارده الصراحه شايف ان هو يعني كان قاعد ايده متكتفه قوي كولر على الدكه، مش قادر مش عارف ينزل مين ولا مين. فيعني لا الصراحه يعني اداء صعب جدا من النادي الاهلي النهارده وغير مطمئن خالص. يا جماعه فاضل 3 ماتشات وهنروح كاس العالم للانديه، محتاجين ان انتوا يعني تلعبوا احسن من كده شويه. هنقول اه الفتره دي ضغط مباريات وكل حاجه وروتيشن، بس كنا بنعمل روتيشن وما كناش بنشوف الاداء ده. النهارده الاهلي بلا انياب خالص في الهجوم، حاجه صعبه جدا الصراحه. النهارده محمد الشناوي ما جاش عليه ولا كوره خالص، يعني على فترات كده المدافعين كانوا بيرجعوا له الكوره. يعني بسموحه ما كانش ليهم اي دور هجومي، النهارده كانوا مقفلين حلو جدا. والصراحه وتحيه لاحمد سامي مدرب سموحه، قدر يطلع بالمكاسب وتفوق النهارده، نقدر نقول تفوق على مارسيل كولر النهارده. فلا النهارده مباراه وحشه جدا من النادي الاهلي، يعني مش عارف مفيش حلول خالص. حس كل لعيب، حتى بنشوف امام عاشور يعني بيحاول يشوط من اكتر من 30 35 يارده مش لاقي حلول، مفيش تحركات من غير كوره خالص. ميزه ان انت تلعب باتنين تمانيات لعيبه كوره وبيطلعوا لقدام ان هم يعملوا مثلثات مع الباكات ومع الجناح، ينزلوا ويعملوا مثلث وان تو هات والكلام ده، الكلام ده ما شفناهوش النهارده خالص. سموحه اه كان متكتل، بس كنت ممكن تقدر يعني تخترقهم، اخترقتهم بكم كوره كتريه من امام عاشور ومن قفشه، بس ما قدرتش تستغل الفرص دي. الاهلي النهارده بقى يواصل نزيف النقط في الدوري، وادي رابع نقطه ونخسرها في الدوري. فلا محتاجين تركيز اكتر من كده، واللعيبه يبقى عندها حميه. النهارده كانت مباراه عنيفه جدا في الالتحامات، حسيت يعني انها مباراه رجبي مش مباراه كره قدم، بس لا محتاجين اكتر من كده يا رجاله. واعتقد ان دي هتبقى ممكن من اقصر تعليق يعني على مباراه، المباراه ما فيهاش اي فرص نقدر نعلق عليها، كلها حاجات بساط في نص الملعب، مش في اي خطوره من الاهلي ولا من سموحه. النهارده انت عندك 15 كورنر، 15 كورنر ما قدرتش تستغل ولا كورنر فيهم. فلا يعني الاهلي النهارده مباراه سيئه، ونقول اوف داي للعيبه. وعايز بس اعلق على تصريحات محمد عبد المنعم، البوست اللي نزله على الانستجرام يقول انه مظلوم ومش مظلوم ونفسه يحقق حلمه. الكلمتين دول كنت تسيبهم يعني الوقت فاضي شويه، ما فيهوش ضغط مباريات ولا مباريات حساسه، انت داخل على ماتشين في افريقيا وما بينهم ماتش زد، وبعد كده داخل على كاس العالم للانديه وبعدها كاس السوبر. ما اعتقدش كان توقيت صح قوي من كابتن محمد عبد المنعم. يعني عايز تحترف احترف اه، بس الاهلي قال لك عشان تحترف واسيبك تحترف تجيب لنا عرض محترم من نادي محترم. اه انت ممكن بيقولوا عندك عروض من اليونان ومن فريق ضعيف في ايطاليا،
ما اعتقدش ان ده هيحقق طموحك ولا طموحات النادي الاهلي. كان احسن لك اللي انت تقفل على نفسك وتركز، والكلام ده تقعد تقوله مع مجلس الاداره. والتاني والتاني كل الحاجات اللي بتحصل من لعيبه النادي الاهلي الفتره دي بتبين لك قد ايه مفيش حزم ولا مفيش سيطره على اوضه اللبس. لا، محتاجين كابتن خالد بيبو، يعني ما بقولكش تعنف اللعيبه او الكلام ده، بس لازم الناس دي تقعد معاها وتشوف حلول للقصص دي. باين قوي ان اللعيبه فيه لعيبه شايله من بعض، فلا محتاجين كابتن خالد بيبو شغل جبار. مترحم الصراحه بقى على ايام سيد عبد الحفيظ اللي ما كناش بنشوف القصص دي خالص، ويعني اللعيبه اللي كان يعني في طول الموسم ممكن تلاقي واحد بس يطلع لك يكتب لك حاجه على النت على الفريق، فما كناش بنشوف الكلام ده خالص. اتمنى بقى ان مباراه يوم الثلاث نشوف اللعيبه فايقه اكتر من كده قدام يانج افريكانز. مباراه مهمه جدا ولازم تكسب فيها عشان تبقى 6 نقط من ماتشين، فهتفرق معانا جدا الفتره الجايه. ومحتاجين اهم من النتائج الفتره دي، محتاجين نلاقي رتمنا تاني السريع. بقينا بنلعب وحش قوي الفتره دي الصراحه من بعد التوقف الدولي الفقر اللي حصل ده، يعني انت رجعت الفرقه رايحه في داهيه خالص. فلا محتاجين شغل واللعيبه تقعد مع بعض بقى، ويعني واجتماعات بقى كباتن الفرقه ترجع تاني. لا محتاجين يا جماعه واقفه معاكم في الاداء، الاداء ما بقاش حلو خالص وما بقاش يعني يبشر بخير الفترة الجاية. الحمد لله النهاردة هو يوم الثلاث، وبكرة يوم الأربعاء نتفرج شوية بقى على كورة نظيفة في الشامبيونز ليج. فلو عجبك الفيديو يا ريت تنزل تخبط اللايك وتعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس. سلام.